السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. صحة طولكم وصحة رمضانكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا نقاش بين خونا كادر الجزائري مع واحد المروكي بزريبة الطاكوس. المهم ما تراطوش الفيديو، تابعوا معنا حتى النهاية، غادي تشبعوا بالضحك. لي لايك البارطاج، طلعونا الفيديو. اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو في هذا الفيديو، نتمنى منكم كامل اشتراك في القناه. اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس ولي لايك خوتنا مع البداية تاع الفيديو. طلعونا هذا الفيديو، نبداو بسم الله. المهم انا راني جبت لكم في البداية تاع الفيديو اخر اغنيه من عند زريبات الطاكوس، راكم تسمعوا. قال لك برحمه شوابين شكون اللي كتب لهم الكلمات تاع المعوقين. سمحتوا خوتي، اللي فهم يفهمنا في التعليقات. على بها تلقوهم يسرقوا الاغاني الجزائريه، كل ما هو جزائري سرقوه. اللي كنت تلفتهم يعرفوك، خايف على وجهه وجاي كنت نلفت جزائري. انت بعد سروالك وما طلعتش تلفت جزائري. الجزائريين رجال، الجزائريين وين ما يروحوا ريصانهم في السماء، جزائريين زعامه، ماشي بوسورك عنقول عاش. الجزائريين عايشين في كامل العالم، يطيحوا وينوضوا بصح ما يمدوش ليدهم. انا جزائري ونعرف ولاد بلادي كي دايرين. العياش يضل يكذب في المواقع، لا حول ولا قوه الا بالله، عايشين حياتهم غير بالكذب. انا كنت نلفت الجزائريين بلادنا 12 قرن، واحد 45 قرن، واحد سويسرا على افريق، يقارنوا بلادات الناس بالجزائر. مين راك باغي تقارن؟ قارن زريبتك مع الجزائر. الجزائر قاره وانتم مزريبه، ما تقدروش تقارنوا بلادكم. روحتوا جبتوا لي انا بلادات الناس، دائما يهضروا على سيادهم. المهم لي لايك البارطاج، زيدوا تبعوا معنا واستمتعوا خوتنا. من 48 الى 40% من المغاربه وقال انهم مصابون باضطرابات نفسيه، بمعنى فشي دوله تعطي خيمه للانسان وكتسمع هذا الرقم المهول، اعتقد انه من الظاهر انه مزيان. قالوها ابني عمكم ولي يعرفوكم اللي راهم عايشين معاكم، باش ما تجوش الجزائر. يعني كون قالها واحد جزائري تكذبوه، بصح كي قالها مروكي ما عندكم واش تقولوا. 48% يا جدك مهابيل، مملكه المهابيل ماشي مملكه امين مؤمنين. هما من بعد تلقاهم يفتخروا باش بصوالح الناس، يفتخروا بصوالح الناس ماشي بزريبتهم ولا بصوالحهم، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم لي لايك البارطاج وزيدوا تابعوا معنا باش تشوفوا العياشه. كتقول الجزائر تصدر الغاز لاسرائيل، اوكي معليش، واش سمو الميناء؟ قول لي تشوف كامون باغرا فرماج هذا ديال وهران. ميناء وهران مدينه، اوكي بصح واش سمو الميناء؟ الاسم تاعو واش سمو؟ فهمني واش سمو؟ واش كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش؟ سمعوك مليح، قول لي واش سمو الميناء. ما تشوفش لي كومونتير، خطيك من لي كومونتير، خطيك ميناء وهران. انا ما كنشوفش انا لي كومونتير. ميناء وهران واش سمو؟ اريزور رجعنا مدينه المانيه هنايا يا اخي. اريزور يعني من قبل العياشي قال لك باللي شركه كومونبير الجزائريه تاع الغاز راهي تمد الغاز للصوص. لما على بالكمش بها دخلوا القناه دكتور قول الفيديو، شركه كومونبير صدر الغاز. واليوم العياشي راه يحوس في التعليقات على الشركه اللي راهي تصدر الغاز تاع الجزائر بالصوص في التعليقات. هذا دكتور راكم فاهمين، بصح راه يقرا العياشه واش كتبوا له. واحد يكتب له ميناء وهران، واحد يكتب له ارزيو ما عرفش ينطقها. يا جدكم ايوا، من بعد يجي يكذبوا على الجزائر، لا حول ولا قوه الا بالله. نسبه الاميه عندهم اخوتي 33%، ما يعرفش يقرا لي كومونتير، ما يعرفش يقراهم. ارزيو قراها اريزور، هادو عيبات تناقش معاهم، هادو ناس حافظين. رحم باباكم. الاميه ولا من غير الاميه؟ واش هز بصح هذا الميناء جاي في وسط غانم ماشي في وهران. واش هز منه الغاز؟ كيفاش هادي فهمني فيها؟ اسبوع من وهران، انا كنعرف وهران. الميناء هذا كيبقى اختصاص ديالك. واخا انا نوريك الميناء، ها هو اللي غيوريك الميناء اللي عنده عايش بدو. اوه يا كمال، طلعت مع 60 ثانيه ما قدرتليش راه طلع لي واحد. ميناء وهران ضعيف، 600 واحد يتفرج فيك يا كمال، بهدلت بالمراركه. ايوا المهم هذاك هو الميناء اللي جا عنده من وهران. هما المهم يكذبوا على الجزائر. هذا مكان راكم تشوفوا تبادل عابها، قال لك باللي 48% مهابيل يا جدك، والله لا مهابيل. وحنا رانا نعاندوا فيهم مش عارف علاش. الاغاني بخوتنا لازم ندافعوا لبلادنا، على بها رانا دائما نردوا. هما قوم كيما هادو والله ما نهضروا معاهم ما نقيموهم. زيد تبعوا زد السفينه راك. ايوا هذا واش تعرف، ضعيف كمال انت ماشي ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم خوتي الجزائريين وصحه في دوركم. المهم هذا فيديو خفيف ظريف باه نوري لكم برك النخبه المروكيه المستوى الثقافي تاعها ولا المستوى التعليمي كيفاش. سؤال صغير برك، غير سؤال صغير، ردنا اريزونا
مدينة أمريكية. بتعرفوا أخوتي باللي هما صح نسبة الأمية 33%. شعب أمي شعب ما يقدرش يناقش، شعب يكذب، بتعرفوا باللي يكذب، سؤال صغير تحصلوا باللي يكذب. هادو الناس أخوتي ماشي تاع نقاش، هادو ناس تاع استهزاء، تاع ناس تتمسخر بيهم، تستهزأ بيهم وتهبط عادي. المهم خوتي صحة سحوركم والسلام عليكم. المهم كما سمعتوا واش تكلم خونا، يعني هو اللي كان مع هذا العياشي في اللايف، العياشي كما شفتوا غير تاع كذب، يعني ما عارفش روحه ما باش راه يهضر، يشوف الكومنت تاع الناس، واحد كوني كاع يقول كلام تعطيه هي يهضر هنا وما في اللايف، هادو هما العياشة، ماشي 39% راك غلط خويا، نسبة الأمية عندهم يعني الأمية واللي مدرين معقولهم كيما نقولوا حنايا مهابيل 48% مختلين عقليا، قال لك ما يفهموا والو. المهم يعرفوا غيك الجزائر الجزائر، يجبد على الجزائر الجزائر، بصح يجبد على حاجه اخرى ما يفهموش الغالب، الراس تاعهم مبلوكي من جهه الجزائر. هادو هما العياشه كيما تكون تشوفوا، يعني في المره السابقه قال لك باللي شركه الغاز سموها كومونبير راهي جاي في الجزائر، كومونبير اسم منتوج تاع فرماج، ردوه باللي شركه تاع غاز، وردوه باللي صدى الغاز للصوص، يعني مهم يكذبوا على الجزائر، مبهدلين رواحهم، فاتحين رواحهم، وباينين باللي رواحهم راهم يكذبوا، بصح معليش، المهم الجزائر الجزائر، لا حول ولا قوة إلا بالله، المهم دائما وأبدا حيا بلادنا الجزائر، ودائما نفتخر ببلاد الجزائر ونفتخر بكوني جزائري، ربي يحفظ بلادنا الجزائر، وربي يحفظ النعمة اللي راهي في بلادنا الجزائر، كما تشوفوا واش راه صاري، عند زريبة الطاكوس، راهم عايشين في الظل، الميزيرية، الفقر، ومقابلين المهم لي لايك البارتاج. شكرا لكم الناس اللي تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه، ربي يحفظكم، عطونا رايكم في التعليقات، اللي مش مشترك يشترك وفعل زر الجرس وطلعوا لنا الفيديو بلي لايك وبارطاجوا في كامل المواقع. القناه الاولى غادي تلقوها في صندوق الوصف، مرحبا بكم كامل، شرفونا فيها. حساباتي الشخصيه انستغرام تيك توك لاباج على فيسبوك غادي تلقوهم في صندوق الوصف. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده، سلام.